سلمى، وصلنا لفقرتنا الأخيرة مع الهاند ميد، يلي يمكن نحن كثير بنحب نسلط الضوء عليهم بكل حلقة من صباحنا لليوم، مو بس سيدات من الشام وأكيد من المحافظات الباقيين. اكيد ليا، اليوم رح نحكي عن مشروع هو ما هو مشروع هاند ميد بسيط وعادي من المشاريع اللي دائما بنعرضها. يمكن كنتي انت معهم بال 2015 اول ما بدا المشروع نحلات سوريا، بلشوا معنا بالاخباريه ونحن ما زلنا مستمرين دائما بنتابع المشاريع السوريه اللي عم تنتج ويكون لها اهداف كبيره. طبعا رح نحكي اليوم مع تجربه نسائيه بدات خلال فتره الحرب على سوريا لمجموعه من السيدات، بدأوا بأعمال يدوية ومجالات مختلفة، وظل الهدف الكبير هو إحياء التراث السوري اللامادي وكيفية إعادة استخدامه بالمستقبل وإعادة تدوير المواد وإعادة تدوير وإنتاج السيدة بالمجتمع. ويمكن كانت هي الفكرة الأكبر اللي حرصوا عليها السيدات. رح نحكي عن هالمشروع نحلات سوريا وشو الجديد مع الدكتورة سحر البصير، وهي مديرة المشروع وأيضا مدربة وعضو بالمشروع معنا اللي اجت من طرطوس، هي السيده ابتسام المصري. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير، الله يعطيكم العافيه، شكرا كثير دائما لاهتمامكم فينا. اهلا وسهلا دكتوره، يعني مضى وقت كثير نحن عم نواكب السيدات دائما بانتاجهم حتى بالمجموعات يلي عم تتأسس يوم ورا يوم، يلي كان طالب صار مدرب وعمل مجموعات أيضا. اليوم نحن وين وصلنا؟ حلمنا اللي ما بيتوقف وين صار وكم نحلة صار عنا؟ الحقيقة أنا كتير سعيدة بأنه هاد التشاركية بينكم كإعلام وبيننا نحن كمشروع عم يتطور، هو هذا كتير كان عم يعطي نتائج، يعني نحن عم تخلينا مطمئنين. نحن هلأ المشروع كان هو تدريبي، لابد من أنه إذا بدنا نخلق شيء جديد لازم أول شيء يصير فيه أساس، يعني مثل إذا عم تنشئي مثلا برج ولا بناية، أول شيء عم تعملي أساسات. فأنا كانت برؤيتي كان أول شيء لازم نعمل فريق هو متدرب كامل، وهن مجموعة بقى صاروا مدربات، صار هلأ نحن العدد 45 مدربة أخذ شهادة. فهدول المدربات بيقدروا يعملوا يا مشاريع خاصة حولهم أو يتجمعوا مجموعة مدربات، يعني مثلا مثل مجموعة إبرة وخيط بدمشق، مثل مثلا بسويدة كمان صار في مشروع نساء يعدن الحياة و مشروع الغصن العتيق، هدول بيكونوا تجمعوا مجموعة من السيدات النحلات المدربات. هلأ نحنا بطرطوس الست ابتسام كمان هي من السيدات المؤسسات للمشروع وكانت إلها باع طويل بالتدريب، فهالانتقال هذا يعني إنه هي بمكانها دغري عملت أثر كمان، هو لما النحلة بتتحرك بتاخد مع معرفتها وبتنشرها. والسيدات السوريات أنا أساساً بعتبرهم دائماً هن نحلات لأنه بيشتغلوا بجد من آلاف السنين، وهلأ نحن هذا أنا عم حاول استثمره هالقدرة هي القديمة جداً. وطبعاً نحن ظلينا برعاية مديرية التراث اللامادي من بداية ظهور الفكرة، أدركوا يعني بوزارة الثقافة أنه هذا يعني مهم ودعمونا، وكان هذا عم يأسس لهذا اللي وصلنا له أكيد. يلي هو مرحلة نحلات سورية يلي هي طلعت المنتج اللي هلأ اللي حتشوفوه يلي أنا كنت بحلم فيه إنه نوصل له، يلي هو التنوع الشديد مع الجودة العالية جدا واللي هي بتميز المرأة السورية. نعم، رح ننتقل لسيدة ابتسام ونقول لك أول شيء الحمد لله على السلامة، كيف طرطوس؟ تمام، نسلم عليكم ونسلم على الحبايب كلهم. الله يسلمك. خلينا نبلش اليوم، كان عندك من كم يوم قرينا اعلان لك بلشتي تعملي شيء هونيك بطرطوس، يمكن معرض او شيء، نحكي عن اخر شيء عملتي. هلا اخر شيء بدنا نعمله اللي هو معرض نحلات سوريا، كنا نحن عم نعمله هون فصلي كل 3 شهور، قررنا هلا بنعمله للصيف معرض نحلات سوريا صيف 2021 بطرطوس، لحتى نشير انه صار في عنا خليه من خلايا النحل، نحله جديده عم تاسس شيء جديد بطرطوس. مثل ما تعودنا هي النحلات عاده وتطلع من خلايا النحل، تطلع بتاسس خليه لها لتعمل،
انا لقيت انه هنيك في اقبال، في ناس حابه تتعلم، في سيدات كثير لقيت انه شغله حلوه. كلياتنا عندنا ببيتنا شغلات حابين نستثمرها، موجودة عنا نستثمرها. التراث أساساً الشعبي بطرطوس فيه كتير من السيدات بيشتغلوا. نعم. شغل نعم. يدوي. نعم. يعني نعم. ايه وبلشت إن شاء الله، يعني هي خطوة جديدة. هو المعرض اللي حنعمله هلأ هو كتير مهم لحتى يشد، لحتى يفرجي السيدات نحن شو عنا، شو منساوي، شو وين وصلنا بالشام بدمشق وبسويدا وبهيك، لحتى نشد همتنا ان شاء الله بطرطوس. ست ابتسام، نحن معنا هي القطعه هي من شغلي. نعم. من شغلي. نعم. اوكي. نعم. خلينا نحكي عنها. هلا الفكره كانت اخر معرض الدكتوره دائما يعني بتطلع اللي جواتنا، الحلو فيها انا هي هيك انه هي بتطلع اللي جواتنا. كانت الفكره انه خلينا ناخذ الاثر شو بيعمل فيكي. اذا شفتي شيء اثري شو بيعمل فيكي. هلا هي انا استوحيتها من شيء اسمه تراثنا. في عندي صوره فيها منقوشات زخرفيه، اخذت الفكره منها وطبقتها، والازرق كان بدليل بحر، انه نحن انا بدي ادل انه انا موجوده ببحر، موجوده بطرطوس، فيها الميزه. هلا على فكره انا معلش رح اعيد الفكره انه انا الازرق لحتى اكد على التدوير، هي الازرق هي مريول عندي انا استعملته، وهلا سويته قطعه عاليه الجوده. استثمرتيها باعاده اكيد اكيد لاكد انه نحن عندنا شيء بتساوى شيء ثاني افخم يعني واشرف. حلو. حلو. كمان دكتوره كنت عم تحكي عن هي القطعه، قلتي فيها شيء جديد وفيها فكره. نعم. جديده. خلينا نحكي اكثر، يعني فيني اقول انه هي لوحه فنيه اكثر من إيه. حتى الاسلوب مو الاسلوب التقليدي اللي بتستخدمه بالعاده. هلا هي الطبعات اللي موجوده عليها هي السيده كماليندا رسلان من السويدا. هي كمان نحله من المؤسسات وهي نشيطه جدا من السويدا. نعم. عملت دوره. هاي هدول اللوحات على فكره كلهم شاركوا بمسابقه. انا بعمل المسابقه مشان يصير في دافع كثير شديد للتميز عند السيدات المدربات بالاساس. نعم. فما عدنا نشتغل على مربعات وهيك، المربعات هي إلها علاقة بالتأسيس الحرفة. أما بعدها المسابقات هي بتعطيهم حيز كتير كبير للإبداع، أفكار وإبداع لأثبات تميزهم بنفس الجودة اللي هنا تدربوا عليها. فالسيدة كرماليندا دائما بتعمل لنا الشيء الجديد والشغلات الصعبة، فعملت دورة تبع حفر بيقولوا له بالفنون التشكيلية، فعملت ختم، وهي الطبع الطباعة هي موجودة بأساس التراث تبعنا السوري. وموجودة بال يعني بعدة محافظات، فهي حبت ترجع تعمل تجربة جديدة وعملت الطبعات، حفرتهم بإيدها وصبغت وطبعت القطع وطلعت. حتى عم نشوف في خط عربي أثر. كمان هو خط إيه؟ عربي يعني اللي عملته الختم تبعها طابع هو خط عربي هي بتصميمها. فهي طبعة صارت جديدة بأسلوب قديم. الطبعات القديمة كانت تكون إلها رموز معينة، عصفور، زهرة معينة، إلى معاني. هلأ بلشت تطلع الطبعات الجديدة بمساهمة الست كرماليندا، وهذا المجمل هو كمان أخذته من جدار أثري. فكمان عملت القطعة تبعها من الأثر، يعني كمان هو جدار معروف بالنسبة لهذا التشكيلات. نعم. دكتورة عم تلاحظي انه اغلب الناس عم يرغبوا يشتروا المخدات، عم يشتروا يمكن شيء بيستفيدوا منه بالبيت اكثر ما انه يتعلق لزينة او لوحة. برافو. خلينا نحكي عن هذا الموضوع وخاصة بالمعارض، شو الشيء اللي عم يجذب العالم اكثر، ونحن كمسؤولين عن النحلات عم نوجههم لحتى يستفيدوا ماديا؟ تمام. هلأ أنا بالنسبة إلي كمديرة مشروع الفكرة كلياتها كاملة بذهني، فأنا لابد أني أعمل لهم أساسات ليصيروا كلياتهم بنفس المستوى. فأنا هدول بعتبرهم استندارات، يعني قطع مقاييس محددة لهن يعرفوا شو بيعرفوا يعملوا، ويعرفوا كل واحدة شو التانين بيعرفوا، فهن بيستفيدوا من بعضهم. أما أنا بالنسبة إلي ما كتير هلأ أنا بيعني لي أني أقول لهم اعملوا شناتي،
عملوا مخدات، عملوا هيك. أنا بعرف أنه أنا عم خلي الفريق كاملاً يقدر يؤدي بمستوى عالي وجودة عالية، يلي هي فكرة اللوحات، واللي هي بالمرة الماضية عملناها بطريقة شراشف طاولة، يعني غيرنا المقاييس. هلأ أنا في عندي لسه فكرة جديدة إن شاء الله منشوفكم بعد المعرض، وفي شيء انه كيف انا بدي خلي هالفريق يضل عم يشتغل بشكل متناغم بنفس الجوده بظروف تانية. فهن في هلا نحن مستضيفين سيده من حرفيات طرطوس، انا رحت على سوق المهن اليدويه ودغري تفاجات بانه هي عامله منتج اساسا من تدوير الجينز وهو عالي الجوده، وانا مالي ندربتها يعني. فانا قلت لها انت ضيفه عنا ست ريما، كانت ريما معروف، وهي أنا سعيدة إنه في حدا من السيدات بطرطوس رح يكون ضيف عنا، إلى جانب الطالبات تبع الست ابتسام اللي هي دربتهم بطرطوس وهن سيدات طرطوسيات. فهن لحالهم بيصيروا بشكل تلقائي السيدات بيعملوا منتجات بيتجهوا على الشيء أكثر ترويج الجودة، يعني مقياس الجودة بيكون من خلال معارض نحلات سوريا ليبين إنه أقل من هيك نحن ما بنعرض. يعني أنا بمعرض نحلات سوريا حصران ما بعرض كل الإنتاج، أنا بنتقي اللي على الجودة، لأن بس هذا اللي أنا بعتبره أنه هو يقيم وهو يستحق أنه ينعرض بالمستقبل إن شاء الله للتسويق الخارجي. نعم، وهون بدي أرجع على سيدة ابتسام. يعني من لحظة وصولك لطرطوس وإقامتك هناك بدأتي فورا مع التواصل مع الدكتورة سحر بإنشاء خلايا للنحل بطرطوس. خلينا نحكي عن تفاعل السيدات، كم سيدة عم بتدربي حاليا هناك وقدي عم شوفي في فرق؟ يعني اليوم طبعا البيئة اللي بدأت فيها الدكتورة سحر من 6 سنين أو قبل أو أكثر بالشام كان الوضع جدا مختلف، والحرب كانت كتير قوية هون. نعرف حضرتك أيضا من السيدات المهجرات، فكان اندماجك معهم مختلف كليا عن هلأ السيدات اللي عم تلاقيهم بطرطوس. طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك، هلأ يمكن التهجير بيزرع أكثر الحافز أنك أنت تقدري تبدعي وتطلعي، لأنه بدك تخلصي من الحالة. هو فعلا التدوير هو بيطلعك من حالة، مشان هيك كان التجمع أكثر. وقت دخلت الدكتورة على مراكز الإيواء كنت تلاقي تجمع سيدات أكثر. هلأ السيدات المرتاحين صعب تجيبيهم أنت إذا ما أثبتتي لهم أنه عندك شغلة حلوة. هدول بدك وقت لتقدر تسحبيهم من بيوتهم، لأنه أغلب السيدات نحن إنه نحن ما بنعرف، نحن ما بيطلع بإيدنا، نحن ما منحب، صح، خصوصاً الإبرة والخيط في إحباط كتير. في إحباط بيكون أول شيء، وما عنا وقت. يعني كلاتنا بنشكي منها هاي، إنه ما عنا وقت، شو بده يطلع بإيدنا، ما هذا صعب لتسحبيها. أنا لجأت لجمعية أبناء لواء اسكندرون، وهن كتير مشكورين إنه نساعدون إنه نحن نقدر نعمل دورة عندهم. للأسف هي كورونا بعدتنا، بس هلأ موعودين نريد نرجع، وهلأ الناس وقت ننشر على الفيس يتفاعلوا معنا السيدات، يا الله شو حلو، يا الله بس كورونا، يعني خلينا بغير وقت حتى يمروا علينا على الجمعية يشوفونا شو عم نشتغل. كتير تشجعوا، بس الوقت هلأ شوي عم يأخرنا. عملنا دورة، وأنا بيسعدني إنه سيدات تفاعلوا معي، كانوا قلال، كانوا أكثر من هيك بس قلوا. بتعرفي كل واحدة إلى مسؤولياتها، كل واحدة. وطرطوس ميزتها عن الشام إنه نحن عنا ريف ومدينة. بطرطوس الريف ما بيجوا بأي وقت، بدك تجيبيهم بوقت معين صباحي، صح، مواصلات ما في عندهم مواصلات بعد الظهر، هي عم تعطل شوي، بس إن شاء الله هلا عم نشتغل عليها إنه نعملها دورة بنهار ونشدهم أكثر. هلا المعرض أكيد أنا فرحانة إنه حنعمله هني، بنستقطب أكثر كمية، أكثر عدد ممكن من السيدات، وهن كلهم ناطرين معي لحتى يتشجعوا يتجاوبوا معنا ويجوا معي. قديش حلو انه الواحد يلاقي ثمار الجهد، التعب، الحلم انه هي على ارض الواقع. هلا انا بدي احكي كمان جوابا على سؤالك المخدات وعن القطع. هلا المخده ما بتاكل وقت، ما فيها كثير. أنا آسفة بالنسبة للسيدات، آسفة بالنسبة لكلاتنا، بنقدر نعملها سريعة، بتجيب إنتاج أكثر وتنباع معنا أسرع، لأنه حتى الناس وقت ترغبها أنه سعرها ما بيجي سعرها الغالي وبتجيبها بتستعملها، لأنه قطعة صغيرة بس القطعة مثل هاي صدقي عم تاخد تفكير.
تفكير لتاخدي انت شو بدك تشتغلي، شو بدك تبدعي، شو بدك تساوي. مشان هيك ما يعني ما بسهوله تنشغل وعم تاكل وقت بالشغل تبعها. لهيك في فرق بين انه تعملي مخده بين انك تعملي قطعه فنيه. انا بحس انه هي القطعه عندي قطعه مثل الرسام، ما بسهوله تطلع معي الرسمه، مو بسهوله تنشغل، صح، بدها بتاكل وقت وما بتاكل ممكن وقت. انه تتكرر لانه تدوير. اي نعم. فانا عم بسعى ان شاء الله كمان مع الجهات اللي هي معنيه بهذا الامر انه نعمل بعد فتره شهادات ابداعيه بسموهم للقطع، وبالتالي هي القطع بتصير يعني الحقيقه لا تقدر بثمن. نعم. ايه، وان شاء الله بيصير في حضور لثقافه المراه السوريه بالعالم مهم. وفي شيء ثاني انه لما قالت ابتسام على سيدات طرطوس، انا شفت انه بطرطوس في عمق من الفن اللي كثير خاص بطرطوس، والسيدات الحرفيات كثير بيشتغلوا بجوده عاليه، وهن الحقيقه البيئه المناسبه لنقل هي التجربه لطرطوس لنقول لهم مين نحن. وبالتالي كمان ابتسام بتصير مسنده علينا كمشروع، هي بتنتمي لنا، وبالتالي بتحصل على اهتمام اكبر ويعني رواد لادائها. وانا مطمنه يعني حاسه انه مكتمله الفرصه بانه بطرطوس. وهن انا لما رحت يعني لاحجز وهيك الحقيقه انا حسيتهم انه موجودين هن جمهورنا، قلت لهم دغري بلغوا تعالوا على الافتتاح، هي دغري كلهم. وهلا عم يبعثوا لي عم يقولوا لي شو بتريدي، بدنا نساعدك وهيك، وجاهزه. انا حاسه هنيك في فريق كامل جاهز لاستقبالنا، وهن عندهم رغبه فعلا بانه نحن يشوفوا كامل التجربه. وعم نحضر ان شاء الله يا رب هيك بتشوفوا شيء حلو ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا دكتوره، شكرا مدام ابتسام، نتمنى لكم التوفيق لكم ولكل السيدات. شكرا يلي كتير. عم يبدعوا حقيقه. اي والله الحقيقه عم يبدعوا. شكرا كثير. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لكم ولاصراركم على انه تضل دائما المراه السوريه هي قادره تبدع رغم كل الظروف. شكرا لوجودكم. الحمد لله.